طالما أن الإقبال في الساعات الأولى إقبال غير مسبوق بناء على ما أكدته أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، ما هي الأهمية الحقيقية والإيجابية للمشاركة الانتخابية في هذا الاستحقاق؟ اسمح لي في البداية طبعا برحب بسيادتك والسادة المشاهدين جميعا، ومن المنصة الإعلامية لحضرتك أنا أبعث رسالة شكر وتحية وتقدير لشعب مصر العظيم لضربه أروع الأمثلة النهاردة ورسالته للعالم كله وكل المشككين والحاقدين على المصريين في الوعي أمام صناديق الانتخابات من التاسعة صباحا بشكل حضاري وشكل يعبر عن صورة المصريين الحقيقية. طبعا سيادتك يعني رسالة المصريين النهاردة بهروا بها العالم كله في تواجدهم وحرصهم الشديد على الاستحقاق الأهم للدولة المصرية في الوقت بنعتبره من أصعب الأوقات اللي بتمر على مصر. صحيح. فيعني كانت حاجة مشرفة جدا، وأنا يمكن أنا جاي الصبح من الغربية عايز أقول لحضرتك تحديدا من قريتي قرية بشبيش حاجة يعني أكثر من رائعة، إقبال أكثر من رائع، كبار السن سيدات مصر وعظيمتها أمهاتنا وأخواتنا وزوجاتنا الشباب المصري والجميل قوي الشباب اللي في سن العشرينات، يعني حاجة كانت رائعة في تنظيمهم وفي وقفتهم الحضارية في مسيرات حضارية يمكن شفناها على مستوى مصر كلها، من تنظيم حزب مستقبل وطن على مسيرتهم وتوجههم لصناديق الانتخابات على مستوى الجمهورية في توقيت واحد. فيعني حضرتك يمكن كمان قبل ما نطلع مع حضرتك مباشرة كان في خبر من الهيئة الوطنية للانتخابات، ربما للمرة الأولى التي نشاهد فيها الدفع بقضاء ومشرفين كثر لعدد من اللجان الفرعية. يعني تابعنا منذ إنشاء الهيئة في 2014 العديد من الاستحقاقات والاستفتاءات الانتخابات والاستفتاءات، ويمكن الصورة أمام حضرتك خير دليل على ما نقوله. ويعني هذه الرسالة رسالة أن الشعب المصري أصبح عنده وعي بالمصالح العليا للوطن وتزامنا مع الأحداث المحيطة. بص يا فندم، يعني يكفي ان مصر الدولة الوحيدة في العالم اللي في استحقاقاتها جميعا تحت اشراف قضائي كامل. النهاردة المشهد اللي عمله المصريين، يعني تسمح لي ان انا اوجه شكر للهيئة الوطنية للانتخابات والقضاة مصر العظماء في حرصهم لحظة بلحظة، زي ما حضرتك يمكن تابعنا البيان اللي اصدرته الهيئة الوطنية ويمكن البيان الثاني، وتسمح لي انتهز الفرصة في خالص التعازي لأهالينا في المتوفيين. يعني ده حرص شديد من أم فاضلة في توجهها في عمرها إنها تبقى حريصة على حفاظها على حقها واستحقاق بلدها وتنزل، وهي يعني رحمة الله عليها، رحمة الله عليها حاجة ووالدنا العزيز، يعني حاجة بصراحة بتتكلم عن وعي المصريين ومدى حرصهم الشديد على الواقع. احنا بالنسبة يعني حضرتك بتتكلم عن يعني فتح مقرات ملحقة للاقتراع الانتخابات على ما حدث من ملحمة أمام الانتخابات، وحرص اللجنة الهيئة العامة الوطنية للانتخابات على تخفيف العبء على أهالينا، يعني كانت حاجة منهم وجهد مشكور منهم للاستعدادات اللي احنا شفناها النهارده على مدار الفترة اللي فاتت كلها. ويمكن احنا بنشارك حضرتك في التلفزيون المصري وبنشارك الهيئة الوطنية في تقديم التعازي لأهالي السيدة عزيزة توفيق والسيد صابر توفيق، يبدو انهما أقارب بس، ولكن ده في الدقهلية الأسماء في تشابه الأسماء، تشابه صابر الأسماء توفيق وعزيزة توفيق والدتنا دي في محافظة في القاهرة، نابورود أهلية، والسيدة عزيزة هنا في مدينة نصر. خالص يا فندم التعازي لأسرهم وربنا يرحمهم برحمته. المشهد أو ما قامت به الهيئة الوطنية للانتخابات على مدار الفترة الماضية واليوم وأيضا انتخابات المصريين في الخارج، إذا ربطنا مشهد الإقبال بجانب ما قامت به الهيئة الوطنية للانتخابات، كيف يؤكد ذلك على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية؟ هو سيادتك لما يكون عندي النهاردة على كل صندوق في لجنة بيمثله قاضي مشرف إشراف تام
بمتابعة تامة من الهيئة العامة للانتخابات، أي رصد لأي حالات لحظة بلحظة بتطلع الهيئة بتتكلم عن أي ملاحظات. يمكن الحمد لله بفضل من ربنا وفضل الجهد المبذول من حضراتهم مفيش أي حاجة ملحوظة لاحظناها حتى الآن. بمجرد ما حصل تكدس على اللجان فورا ما حدث من الدفع بالسادة المستشارين في لجان فرعية. فيعني أنا بوجه لهم كل التحية والشكر على الجهد والتنظيم الأكثر من رائع، يعني الأبهر فعلا العالم كله النهاردة بمشاركة المصريين بتنظيمه الأكثر من رائع. مسألة الشباب يمكن أشرت ليها حضرتك في البداية وكانت مسألة مهمة ويجب الوقوف عندها كثيرا. طبعا الوعي الانتخابات الماضية كان هناك مشاركة من الشباب. الصورة التي حضرتك أشرت إليها بوجود النسبة أكبر من الشباب في هذه المرة وهذا الاستحقاق ربما تبعث برسالة، دعنا نقول إلى الداخل أيضا قبل أن تبعث برسالة إلى الخارج. يجب أن يطمئن الشعب المصري أن شبابه واعي ومستنير ويدرك مدى أهمية مشاركته في اختيار رئيس قادم، وتحديدا في هذه المرحلة الكل أصبح الآن عنده وعي بالمخاطر التي تحيط بالدول. فالشباب ودور الشباب وأنتم في حزب مستقبل الوطن بالتأكيد يعني تولون هذه المسألة أهمية كبيرة. بص حضرتك، يعني النهاردة الشباب شريك أساسي في الحياة السياسية، بدليل النهاردة أنه يمكن مستقبل الوطن مبني على الكوادر الشبابية في تنظيماته من القاعدة التنظيمية سواء في القرية حتى المركزية. كل الدفع بالشباب على مستوى الجمهورية النهاردة ده بيدل على ثقافة ووعي وفهم الواقع. تعدد الأحزاب النهاردة بقى حاجة أكثر من رائعة. النهاردة المشهد السياسي اللي بيمر على مصر النهاردة في التعدد الحزبي لم تراه مصر من قبل. النهاردة أربع مرشحين، ثلاثة من السادة المرشحين يمكن من أحزاب وليدة ثورة 11 لمرورا بثورة يونيو. احنا حضرتك النهاردة اما يكون الحزب بيتبنى مرشح وبيدفع به النهاردة وبيقود توجهات وفكر حزبي نابع من فكر شبابي ومن فكر مصريين وطنيين والإتاحة بالفرصة بالمشاركة السياسية دون أي قيود، فدي حاجة يعني ما مرتش على التاريخ مصر قبل كده، ما شفناهاش ما قبل. لم نشهد هذا الزخم وهذه المنافسات. نعم. بالضبط حضرتك النهاردة. الأكثر في الروعة من كده أن حملات السادة المرشحين كلهم قيادات شبابية. يعني حضرتك النهاردة ده يخليني أنا كشاب وأي شاب يشوف المنظر يبقى متحمس أنه هو شايف نفسه بكرة فين، عايز إيه، عنده طموح ملوش سقف. يعني بصراحة الدولة المصرية وفخامة السيد الرئيس ما شهدناه في التسع سنوات الماضية من عام الشباب، عام المرأة، عام ذوي الهمم، عام يعني كل سنة إطلاق مبادرة، وكان من أهمهم كانت مبادرة الشباب. مبادرة الشباب اللي شفناها، أنا شاب من الشباب، أنا لقيت نفسي من الجرأة اللي الدولة المصرية حطتها فينا وبقينا بنشوف نفسنا خلاص إحنا بنقود النهاردة. إحنا الشباب هو النهاردة هو المستقبل، إحنا النهاردة هم بكرة. فأصبح النهاردة عنده هدف، عنده وعي، عنده إدراك للواقع. حضرتك إحنا لما الشعب المصري نزل في 30 يونيو وطالب الدولة وطالب الجيش بحماية واستقرار وأمن الدولة المصرية، كان نازل بالشباب المصري. الشباب اللي حضرتك النهاردة هو نفس الشباب اللي بيقود، هو نفس الشباب النهاردة اللي مكلف بأماكن تنفيذية، هو نفس الشباب اللي بالنواب محافظات وبالنواب وزراء، هم نفس الشباب. الكادر الصورة أصبحت مليئة بالشباب في كل الفعاليات وكل المناسبات. برضو مش شباب فقط. يعني حضرتك عندنا شباب، عندنا عظيمات مصر ممثلين النهاردة. بالزبط. احنا ما شفناش قبل كده سيدة محافظة، وعندنا النهاردة امرأة وزيرة، عندنا نواب محافظين ونواب وزراء شباب وفتيات وامرأة، يعني حاجة. البرلمان بغرفتين من الشباب ومن المرأة، وتمثيل أكثر من رائع وتمثيل منصف للجميع وللكل فئات المجتمع المصري. وإحنا ضيوفنا النهاردة لحد دلوقتي شباب يا فندم، ده شرف ليا طبعا. الله يخليك، شرف لي. ربنا يخلي حضرتك. استكمالا لما ذكرته سيادة النائب ووصولا إلى الاستحقاق الذي نحن بصدده اليوم، الانتخابات الرئاسية 2024، كيف يمكن للصوت المصري في الداخل والخارج
أن يساهم وأن يشارك وأن يكون فعالا في رسم السياسة المصرية خصوصا وقد اتضح للعالم كله الثقل المصري وتأثيره على السياسة الدولية، فكيف يساهم الصوت المصري اليوم في رسم هذه السياسة التي تؤثر بدورها على السياسة الدولية؟ بص يا فندم، خلينا نتكلم ببساطة شديدة. احنا هنا هنسمي الدولة المصرية البيت الكبير، بيتنا. انا النهاردة في بيتي بدون عيلتي بدون عزوتي ماليش ظهير في بلدي ولا في منطقتي. فالنهاردة احنا عزوة الدولة المصرية هي شعبها، عزوة الدولة المصرية. الرصاصة اللي اطلقتها النهاردة من التاسعة صباحا امام صناديق الانتخابات للعالم كله كانت رصاصة، يعني حضرتك، يعني اعتقد ان الجميع كان يظن العكس، ولكن ابهار ابهار المصريين في الشارع المصري من الصباح انتظارا حتى افتتاح صناديق الاقتراع للتاسعة صباحا. عايز اقول لحضرتك مشهد انا شفته واقف الصبح في وسط اهلنا، حاجه رائعه. مسيرات بتتحرك في كل قرى مصر للاقتراع باصواتهم وحفاظ على، وفي حاله كده من الصبح. لا بص حضرتك، حاجه رائعه يعني، والناس تبعت لبعض صورها من اللجان وان هي ادلت بصوتها وكده، الناس عايشه حاله الواقع. ومواقع التواصل الاجتماعي بقت اسهل وسيله النهارده حضرتك بالزبط. بنشوف فيها الواقع الحقيقي. انا دلوقتي انا في مكان وابني في مكان بالزبط. ومثلا واخويا في مكان تاني، فكله بيحاول، لكن لولا التنسيق بالظبط ما بين الهيئه الوطنيه للانتخابات في المقام الاول باعتبارها المسؤوله الاولى عن وزاره الداخليه، اجهزه الدوله جميعا، قواتنا المسلحه، وزاره الداخليه، الصحه، كل اجهزه الدوله بالكامل، كل التحيه والتقدير ليهم على تسديل كافه العقبات وتوفير مباشره الحياه السياسيه وتسهيل للمواطنين اللي بصوتهم بكل تنظيم وبكل روعه. جميل. سيادة النائب عمرو فهمي، وأنت عضو في الهيئة العليا لحزب مستقبل الوطن، ترسمون أو تشاركون في رسم سياسات الدولة. إذا تحدثنا عن المواطن الذي نزل اليوم للإدلاء بصوته، أو المواطنين الذين موجودون الآن أمام لجان الانتخابات أو من أدلوا بأصواتهم، ماذا يريد الناخب المصري من الرئيس القادم ومن ثم نزل إلى صناديق الاقتراع الاختياري في هذا التوقيت؟ بص حضرتك، يعني المواطن المصري عنده أمرين. الأمر الأول، وده ربنا أنعم علينا به من 2013 حتى الآن، وهو استقرار ونعمة الأمن والأمان. الأمر الثاني، استكمال المشاريع القومية التي قامت بها الدولة المصرية وإنجازات غير مسبوقة على مدار 9 أعوام لم نشهدها من قبل. أنا شاب وجندي من جنود مستقبل الوطن، وبتشرف يعني من بداية اللحظة الأولى دعم وفتح الترشيح، دعم كامل من حزب مستقبل الوطن في فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. حضرتك وأعتقد المصريين العالم كله شاف حجم المؤتمرات اللي اتعملت على مستوى محافظات ونجوع مصر، التنظيم اللي اتعمل وما قبله. كان مستقبل الوطن في الشارع متواجد بصفة مستمرة لسماع الشارع المصري. الشارع المصري النهاردة غير. النهاردة الشارع المصري، يمكن عايز أقول لحضرتك وبكرر كلمة الوعي، وعي المصريين بدأ من 2013 لما طالب الدولة وطالب الجيش بحماية واستقرار أمن وسلامة الدولة المصرية وسلامة المواطنين. صحيح. النهاردة كانت فترة من الفترات، احنا عايزين بس برضو نراجع حجم الانجازات النهارده اللي اتعملت في الدوله المصريه. حضرتك لو جينا ننظر للدول الجديده، انا بسميها دول جوه الدوله، العاصمه الاداريه الجديده، دمياط الجديده، المنصوره الجديده، حضرتك شوف حجم الطفره الغير مسبوقه من البنيه التحتيه من طرق وخلافه، التربيه والتعليم النهارده، حجم المدارس اللي بقت موجوده. احنا حضرتك لو جيت تبص في القرى، مش هنتكلم في المدن، عن الكثافات اللي كانت ما قبل من بتوصل للفصل للسبعين طالب، النهارده ما عادش عندنا كثافات. يمكن عايز اقول لحضرتك المدارس ما عادش فيها اشغال 20 و30%. حضرتك الدوله النهارده ماشيه بخطى ثابته. المواطن المصري النهارده بقى شايف الواقع. المواطن المصري ما عادش يلزمه غير حاجتين زي ما قلت لحضرتك، الامن والامان. الحاجه الثانيه، استكمال ما تم من انجازات ومشاريع قوميه الدولة بدأت واشتغلت فيها وعايزة تكمل ومصرة إيمانا منه بأهمية إيمانا منه بصدق الواقع.
ايمانا من المواطن المصري بصدق الوطن. واهميه استكمال خطه الاصلاح الاقتصادي. يعني عايز اقول لحضرتك هنا نقطه مهمه برضو جدا لازم اذكرها، ان احنا زي ما حضرتك عندنا اعداء في الخارج لازم نقر ان احنا عندنا اعداء في الداخل، وده يعني يمكن الطفره اللي حصلت النهارده رد على كل مشكك شكك في قدرات الدوله المصريه وفي انجازات الدوله المصريه في الواقع اللي حققته الدوله المصريه على مدار التسع اعوام. فيعني ده اعتقد ان اي مواطن مصري النهارده هو مش شايف نفسه ومش شايف الدوله ومش مش عايز حاجه من لا يريد ان يعود الى الوراء. بالظبط كده، ما حدش فيه رجع الوراء. كيف نستغل ما يحدث اليوم من حاله مشاركه فعاله وايجابيه من الشباب وحاله الزخم السياسي اللي موجوده في الشارع المصري دلوقتي في بناء ما هو قادم؟ انا يعني انا بتمنى ورساله لكل مواطن مصري، لكل شاب مصري، لكل فتاه مصريه اللي ابتدينا بيه النهارده الصبح عايزين نكمله على مدار الثلاث ايام. القضيه قضيتنا، كل مواطن مصري النهارده جندي من جنود الدوله المصريه. لازم يعني ما نسيبش الامر متروك. النهارده احنا خلاص والامر يعدي، لا بالعكس، كل صوت النهارده زي ما قلت لحضرتك رصاصه في قلب كل مشكك وحاقد على الدولة المصرية. لازم النهاردة نوعي ونستكمل مسيرة الوعي لكل مواطن مصري بيخاف على أرضه وبيخاف على بلده. كل بلد النهاردة في نجوع مصر النهاردة صوتها أمانة، حق مشروع ليها، حق ما تضيعوش فرصة، احنا لازم ننتهزها. نقطة مهمة جدا ان احنا في توقيت غير أي توقيت بيمر على مصر، لازم نعي المرحلة كويس جدا ونعي التوقيت كويس جدا ونعي ما يحيط من مخاطر المقصود بها الدولة المصرية، مش مقصود بها أي حد ولا أي دولة من الدول الجوار، كل المقصود وما شاهدناه من الماضي ومن الحاضر هي الدولة المصرية. فرسالتي الوعي لكل مواطن مصري، الشباب عليهم دور مهم جدا 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 للوعي والتثقيف لأهالينا. بالرغم من ان شايف يمكن حضرتك شايفين يعني ملاحظه بمشاركه كبار السن حاجه اكثر من رائعه، ولكن بنكرر دايما الوعي لاخر لحظه، مش هنترك المشهد لاخر لحظه لحين مرور الاستحقاق على مدار الثلاث ايام باذن الله. الخارج بيتابع من كثر حضرتك دايما ما يحدث داخل مصر يا فندم في كل الاستحقاقات، العالم كله العالم كله النهارده بيترقب مصر، بيترقب مصر في كل تصرفاتها، بيترقب مصر في احداثها لما شافت، مترقبه مصر في احداثها مع غزه، مترقبه في معوناتها اللي بتتحرك من مصر ومش في غزه بس، بالعكس مصر مد ايديها لكل الجوار ولكل العالم كله، وعمرها ما بدات بعداوه مع اي دوله من الدول، بالعكس طول عمر الدوله المصريه وما عهدناه وما نراه حتى الان هو مد اليد للجميع. المواطن اصبح واعي بهذه الجزئيه ان هو ما نشهده الان هو اكثر يعني هو ترجمه الوعي المواطن. بالظبط حضرتك، بالظبط. مطلوب ان الامور تكون اكثر ايجابيه في اليومين القادمين برغم كل ما يشكك فيه اعداء الوطن من قدره المصريين على مواصله ممارسه حقوقهم وفي التصويت وفي كل الاستحقاقات لبناء مستقبل أفضل. الجيل القادم لما هيشوف الصورة دي دلوقتي اللي هم من لم لهم حق التصويت حتى الآن، الشباب اللي لسه طالع، أنا يعني مشهد من المشاهد اللي بنراها من الصباح وهو حرص الأسرة باصطحاب أطفالهم، وده بيدل على غريزة الأسرة لأولادها في الانتماء والحس الوطني والمشاركة الوطنية، وده كان مشهد أكثر من رأيناه أمام جميع اللجان. مفيش لجنة شفناها إلا ما فيها أطفال متوافدة مع أسرهم، وده حاجة يعني أكثر من رائعة، وبحيي كل أسرة مصرية على هذا المشهد اللي يعني شاهدناه من صباح اليوم. أعتقد أن الأمور بعد الساعة بعد مواعيد العمل الرسمية، احنا النهاردة الأحد يوم عمل رسمي، يوم عمل طبيعي في الدولة المصرية، إذا كانت الصورة كده في الأيام أيام العمل، أيام العمل في ساعات الصباح، فبالتأكيد وعلى الرغم أن احنا عندنا التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، فيعني عايز أقول لحضرتك لما يكون وثلاث أيام كمان فأما يكون النهاردة الإقبال بالمنظر في أول ساعات، يبقى فعلا النهاردة
الوعي في الدولة المصرية فاق حدود الجميع. هو من قبل عملية التصويت لما شفنا التصويت في الخارج اعتقد شجع ناس كتير هنا. وعايزين برضو نأكد ان ما حدث من احداث الماضية في غزة غيرت الخريطة تماما داخل مصر، يعني أصبح المواطن وحست المواطن المصري على هويته وعلى حفاظه على الدولة المصرية. ودي اكتر رسالة يعني لازم العالم كله يستوعب ما يحدث الان. كل مواطن يبقى عارف دوره في الوطن وازاي يحافظ عليه.